سلام البنات ولات هادشي الضحكة. صباح الخير البنات، كي دايرين؟ عرفتي راني تخفانة. كي دايرين؟ بخير. غلبكم رمضان، غلبتوه، كلشي على خير، شو من هاد، كلشي مزيانة البنات. كيما كتشوفوا حنايا في الشارع، يعني في الزنقة، وصلنا أسعد وأمجد، وجيت أنا وراجلي مشينا لهذا هنجيو للاتصالات الكبيرة هنايا ديال شارع محمد الخامس هنا في الرباط. ايوا والبنات بغيت نشوف واحد التليفون على حساب لي بوان ديالو، نشوف الا لقيت شي حاجه مزيانه البنات. مهم البنات البنات البنات، عرفتي فين حطينا الطوموبيل؟ من الصباح وحنايا كندورو باش نلقاو شي بلاصه اللي هي مزيانه زعما مضلله، والو الساعه خليناها بعيده شي شويه، ولكن ماشي مشكل. ها المهم انتما كما كتشوفوا دابا راه دابا تقريبا راه 10 ديال الصباح البنات. المهم ها هو راجلي غادي يقول لكم عشر مبروكه ابدو رمضان مبارك سعيد. ها هو راجلي يقول لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم البنات بالصحه والسلامه وبكل ما كتمنوا ان شاء الله. الحمد لله اليوم 3 ايام في رمضان، اللهم لك الحمد. بعدا انا كنهضر على راسي، على راسي وعلى عائلتي وعلى هذا. الحمد لله ما كاين لا جوع لا عطش لا حتى شي حاجه، اللهم لك الحمد. المهم البنات انا غادي نمشي كما قلت لكم دابا الاتصالات، بقى بعيده شي شويه، ماشي بزاف، المهم حدا المديريه العامه للامن الوطني. ايوا صافي غادي نشوف شنو كاين تما، الا بانت لي شي حاجه انا غادي نصور لكم. يلا ما تزبيوش. عطيو البنات الحراره، انتما شوفوا شوف الحراره الحراره. عافاك واحد دو هابي ميل، هابي ميل اه، وعافاك بلاصه لي فريت بوتيتوس لا بواط انغري كوكا. لا لا كوكا 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 وي صافي. بالنسبه لعافاك حبيبتي هذاك داك الجوي يكونوا بحال بحال عافاك دو هابي ميل. اه دو هابي ميل، يعني الجوي يكونوا بحال بحال. اها ماشي مشكل، شكرا. شي حاجه زوينه اختي لحظه. اوكي صافي البنات دابا جينا باش كما كتشوفوا ناخذوا اسعد وامجد، ناخذوا لهم هكا الغديوه ديالهم. صراحه الصباح قالوا لي ماما ماكدو، قلت لهم صافي نجيبوا لكم في الغدا. كما كتشوفوا كما قلت لكم البنات بالنسبه للاتصالات صراحه ما لقيتش فيها شي حاجه، التليفونات كلهم ما كاينينش خارجين، لقيت غير واحد النوكيا وماشي شي حاجه صراحه، يعني ما غاديش يخدم ليا مزيان، وفي غير 8 جيجا يعني ما غاديش يخدم ليا نهائيا. فصافي واخا زعما كاينين لي بوين ولكن التليفونات ما كاينينش. صافي دابا البنات نديو لاسعد وامجد الغديوه ديالهم، وغادي نشوف واحد مول التليفونات غير هنايا حدايا في سلا صاحب راجلي، يعني هو اللي كنخدم عنده ديجا التليفون. و المهم البنات اللي لقيتها انا غادي نبارطاجيها معكم، خديت شي حاجه انا غادي نصورها لكم، وبطبيعه الحال توجدوا معايا مائده الافطار متواضعه، فخليكم معايا ما تمشيو فين. هنايا البنات بغيت غير نقول لكم، مهم فاش خديت المنيو ديال ولادي راكم سمعتوني، قلت ليها بغيت بالنسبه للجوي يكونوا بحال بحال، حيت راكم عارفين البنات الوليدات سورتو الا كانوا في نفس اللاج يعني تيبغوا الحاجه تكون بحال بحال، خصوصا انا ولادي دابا تبارك الله ما شاء الله توام راه كيبغيو الحاجه بحال بحال البنات، وانا اكدت عليها عاتين اوغوزمون انني بدل انني قلبت قبل ما غادي نمشي، والله القسم عاد دابا مشى راجلي باش هذا بدلو ليك بدلو ليك، مشى راجلي باش يبدلو زعما باش يبدل لهم هاد الجوي هادي، عطاوهم هادي وعطاوهم واحد الجوي واحدة اخرى، والله القسم عجب الله شفتهم انايا، حيت كنت ديتهم لهم تماك ليكول غادي يوليو ماشي غادي يضربوا ولكن غادي يبداو بكيو، هما راه ما كيضربوش على الحاجه ولكن غادي يبداو بكيو بحال كيحسوا بوحده احسن من الاخرى. صافي البنات غير بغيت نقول لكم هذه القضيه هذه بالنسبه الا كنتو غادي تاخذوا زعما المنيو لوليداتكم يعني ادوميسيل،
فمن الاحسن شوفوا زعما عندكم وليدات ما شاء الله زعما كي غيروا من بعضياتهم ولا زعما كيبغوا نفس الحاجه ماشي غيره يعني كيبغوا نفس الحاجه فمن الاحسن البنات يعني قلبوا الحاجه قبل ما غادي زعما قبل ما توصلوا عنده مع تلقاوها يعني مختلفه فهو راجل مشى بدلهم وجه كما كتشوفوا البنات انا يلا دخلت دابا شي شويه للدار صليت الله يقبل الظهر ايوا وجيت باش نوجد الفطور ديالي انا وليداتي وراجلي صراحه البنات والله العظيم الا شغادي نقول لكم هاتي كانت الحراره بزاف الحمد لله على كل حال ولكن مزيان صافي دابا كما تشوفوا كنقي هذا فليو هذا البنات فليو غادي ندير الحسوه ديال البلبوله بالزعتر وفليو كتجي زوينه البنات انا راه ما كنديرش الحريره نهائيا ما كنديرش الحريره الا تشهيت الحريره كنمشي نشربها عند عكوسي ولا كنمشي لدارنا وزيدو ما كنتشهاهاش صراحه ما كتعجبنيش بزاف وراجلي كذلك ومثال ولادي ما حتى هما بالنسبه للنهار الاول البنات اليوم راه 3 ايام في رمضان بالنسبه للبنات النهار الاول درت سوب د بواسون شوربه ديال السمك جات واعره مذاق زوين واللي تبهرت فيه انايا والله البنات وليداتي عرفتي شربوا الاولى وزادوا الثانيه والله القاسم عرفتي ولا امجد عرفتي عجباتو تبارك الله ما شاء الله عجباتو بزاف بزاف فيعني حاولوا تبدلوا لوليداتكم تبعدوا من الحريره ومن هذا تبقاو ديروا لهم هاد الشوربات اللي هما فيهم لي فيتامين يعني صحيين 100% احسن ديك الحريره فيها الحمص والعدس وزيدوا زيده الشعريه كله وشنو كيدير فيها جلبانه كله وكيفاش كيدير ليها المهم هاد الحسوه هادي كتجي زوينه كتعجبني انايا بعدا وصحيه في نفس الوقت راه صحيه المهم البنات انايا ما غاديش نقدر نوجد معكم كل شيء اللي قدرت نصوره انا غير نصوره لكم ولكن ضروري في الاخر نوريكم مائده الافطار ديالي المتواضعه تسولوني حكا نت على التليفون مشيت ما لقيتش داكشي اللي بغيت صراحه انا البنات انا بغيت الاوبو اف 9 بالنسبه للاوبو اف 9 ما بقاش خرج دابا داك الاوبو اف 11 اف 11 هو اللي خرج دابا ولكن انا بالنسبه للتصوير داكشي صعيب عليا ديك الكاميرا كتبقى تطلع وكتهبط ما نصحوني انني من الناس اللي كيبيعوا التليفونات نصحوني ان الاف 9 ما ناخذوش بحكم انني كنصور بزاف الكاميرا كتبقى تطلع وكتهبط من الفوق يعني ما نصحونيش بها فلذا يعني رجعت الفكره ديالي ديال الاف 9 اللي زوين بزاف وصراحه اللي عجبني بزاف ما لي زوبسيون ديالو زوينين الاف 9 الاف 7 الاف 3 عرفتي البنات هادو واعرين ولكن ما بقاوش دابا الاف 9 درت عليه انايا دوموند زعما درت عليه طلب باش يجيني وان شاء الله فاش يجينيها انا معكم البنات على الله غير يكون طلبوا معايا البنات ان شاء الله غير يكون المهم البنات كما كتعرفوا رمضان ماشي غير ديال الكوزينه ماشي ديال الطياب ديال الماكله كتهيو ما توجدوا تعيو ما تصاوبوا في الاخر ما كيتحط داكشي في الطبله راه ما كيتكاش الواحد كياكل غير العين اللي كتاكل الواحد تياكل شي شويه وصافي الحمد لله كيشبع انا البنات يعني خصوصا هذا العام هذا يعني قررت انني نحط داكشي اللي غادي ناكل انا ووليداتي ماشي بحال العام اللي فات البنات كنت نصايب وكيبقى داكشي في الثلاجه والغد لي عاوتاني كنسخرو ما كيتكاش يعني كيمشي حاشاكم غير لابوبال هذا الزبل حاشاكم البنات المهم البنات انا غادي نكمل هاد سميتو هاد فليو هذا الزعتر ها هو عندي ديجا ها هو راه عندي ديجا مرقي مصاوب كلشي انا هاد فليو هذا وكيف ما كتشوفوا ها هو الماء هاد دايره طنجره هنايا دايره فيها الماء غير يبدا يغلي شي شويه البنات يبدا يغلي شي شويه وغادي نزيد فيه الزعتر وفليو والزيت البلديه ونخليهم يطبخوا مزيان 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 عاد غادي نزيد هاد البلبوله هادي فهنايا غير جوج دراهم هادي راه غنقسمها على جوج البنات غير جوج دراهم هادي صافي وملي كيطيب داكشي مزيان كندير البلبوله وانا كنبقى نحرك من بعد ملي كطيب ليا البلبوله تيقرب يأذن المغرب عاد نزيد عليها الحليب كتجي زوينه البنات وترافقوها مع الزيت البلديه يا سلام المهم بلا ما نطول عليكم البنات
انا رجعت لكم دابا البنات بيد ما خليت الحسوه ديالي كطيب على عافيه مهيله، رميت ديك البلبوله ودرت عليها الزعتر والفلفل وداك الشيء وخليتها حتى تطيب ديك البلبوله مزيان، وغادي نطفي عليها وتي قرب كما قلت لكم ادى المغرب واحد نص ساعه، وديك الساعه نزيد عليها الحليب. المهم البنات غادي ندير معكم دابا واحد الكيكه ديال الليمون اللي صراحه كتعجبني انا بزاف، اللي غادي نحتاج فيها 4 ديال البيضات. المهم الكيكه ديال الليمون راه ان شاء الله دابا ندير لكم فيديو خاص غير بها هي. المهم البنات اللي ضيق الوقت راه كما قلت لكم ما غاديش نقدر نبارطاجي معكم كل شيء، المهم نعطيكم غير المقادير بعدا ونديروا معها كاس ديال السيدات. تقدروا ديروا كاس لاروب، كاس كاسونس على حسب الذوق ديالكم. انا الكاس راه ما عارش بعبار ديال العلبه، الكاس ديال العلبه. وغادي ندير واحد شويه ديال الملحه، ها راس معلقه ديال الملحه صافي. غادي نضرب هادشي مزيان وغادي نرجع لكم. كما كتشوفوا البنات يعني من بعد ما يعني ضربت داك الخليط ديالي مزيان بحال هكا يعني تذاب ديك السنيده البنات، نسيت ما قلتش لكم انا درت واحد شويه ديال لاغوم ديال الليمون، تقدروا ديروا غير ليمونه محكوكه. دابا البنات فغادي ندير كاس ديال الزيت بنفس العبار يعني ما عامرش بزاف، غادي ندير كاس ديال الزيت وغادي ندير كاس ديال الحليب حتى هو ما عامرش يعني درجه حراره المطبخ، وكاس ديال الليمون البنات. ومن بعد عاوتاني غادي نضرب هادشي مزيان صافي، وغادي نزيد البنات هذا، غادي نزيد الطحين وغادي نزيد الخميره يعني جوج خمارات صافي. وغادي ندير بالنسبه للطحين غادي ندير ثلاثه الكيسان ونص يعني الطحين الممتاز يعني خاص بالحلويات البنات. انا بالنسبه للطحين هي اما كندير تندير الكنز ولا كندير هذاك سميتو الاتقان، هادو جوج هما اللي كندير كيعجبوني بزاف صراحه، وحتى في الحلوه ديالهم داكشي. المهم الطحين ديالو زوين وبيض هكا كيشقشق، ماشي بحال كاين بعض الطحين اللي تيكون اللون ديالو كحل مضبب. المهم البنات انا غادي نكمل الكيكه ديالي وهانتوما معايا. هنا كما كتشوفوا البنات صافي خلطت الخليط ديالي صافي، وغادي نديرو في المول. انا درت هذا المول هذا البنات اللي كنت ديجا شاركت معكم في المشتريات اللي كنت خديت اول مره غادي نطيب فيه، باش ما كان انا غادي نقول لكم زعما كيدير في الطياب ديالو صافي البنات. فسمحوا لي ملي ما عطيتكمش ما كملتش معكم الطريقه ديال هذا الكيك هذه، راه كما قلت لكم راه ساهل 4 ديال البيضات كتضربوهم مع كاس ديال سنيده واحد قشره ديال الحامضه ولا عندكم لاغوم وشويه ديال الملحه ضربوهم مزيان، شويه زيدوا عليهم كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب وكاس ديال الليمون. من بعد البنات كديروا ثلاثه الكيسان ونص ديال الدقيق وجوج خمارات صافي. هادشي اللي كاين، انا راه ضربت في الاول ضربت بالباتور يعني بضرب كهربائي ودابا كملت غير بيديا. تقدروا ديروا في الكاس ديال مولينكس المهم اللي موجود عندكم صافي. بارك الله صافي البنات، ف غادي نديرها على غادي نطيبها في الفران درجه الحراره 180 وكنشعل عليها البنات انا غير من التحت، راه عمري ما شعلت عليها فوق ولتحت، كنشعل عليها غير من التحت حتى تطلع عاد كنخليها من الفوق غير تحمر وصافي. نجيب واحد السباتشو صافي، انا غادي ندير هاد الطيب دابا البنات. او المهم غنرد هاد الطيب وانا معكم. هنايا البنات ملي درت الكيك ديالي كيطيب فغادي ناخذ واحد الكاسرونه، درت سمحوا لي ديما كنقول لكم سمحوا لي على الازعاج حيت انايا على الشارع، درت فيها كاس ديال الليمون وغادي ندير فيها واحد فاني، هذه غير باش نسقي الكيكه من الفوق البنات. وغادي ندير واحد يعني راس معلقه ديال مايزينا غير باش تجيني شي شويه هكا بزاف هكا وبزاف.
تقدروا ديروا معلقه ديال لا كريم باتيسيير، تقدروا ما ديروا والو. واش بغيتوها نتوما عاقده ولا خفيفه؟ انا بغيتها شويه تكون عاقده باش تجيني باش نسقي بها الكيكه ديالي من الفوق. دابا غادي نديرها فوق البوطه باش ندمج هاد العناصر بحال هكا. نزيد واحد شي شويه ديال السنيد البنات، المهم سالي الا بغيتو ديروها ديروها على حسب الحلاوه. انا ندير واحد جوج معلقات صغار حيت اصلا الليمون حلو. صافي نخليها فوق من البوطه البنات حتى تعقد ليا، يعني القياس اللي بغيت انايا تعقد ليا واحد شويه صافي. وباش نسقي بها الكيكه ديالي، اون فوا غادي نخرج الكيكه سخونه غادي نسقي بها هذا، غيكون ديجا برد. ها انتم كما كتشوفوا البنات، انا ساليت وجد طويبله ديال الفطور ديالنا. الله يتقبل لنا وليكم البنات، والله يجعل الصيام مقبول لنا وليكم ان شاء الله يا ربي. تصوموا وتعودوا البنات. كما كتشوفوا البنات الطبيله درت هذوك دي ميني بيتزا، هذا الشرغو يعني بخرته غير فورته هكا غير بالحامض. هنا البنات المخيخ، هنا دو لي طارتو اللي تعمرتهم بالكبده صافي، الشباكيه، سلو، التمر، هادو الرغيفات، شويه ديال البغرير، هادو تنبغيهم انايا. بالنسبه لهاد الكيكه هادي هكا هذا هو الشكل النهائي ديالها صراحه البنات. داك المول غزال غزال بزاف، البيض وهاد الحسوه، شوفوا كي كيجي القوام ديالها. واللي اهم حاجه عندي البنات هذا الحليب، كان هذا حليب خضر، كندير صفر ديال البيضه بلديه مع شويه القرفه وسديده وكنزيد عليهم الحليب، تيجي رائع وتعطي واحد الطاقه زوينه. المهم الحسوه ديالي ها هي، البريوات هادو اللي كانت ديجا بارطاجات معكم نبيله في راه الفيديو في القناه عندها، نونا بيوتي، هنا عصير الليمون واللبن ضروري كيبغي راجلي في الفطور، وهنا الزيت البلديه صافي. والمساند الرسمي عندي هو الحار البنات، ضروري كنبغي هكا مع البيتزا، ضروري كنبغي مع البيتزا صافي البنات. هذه هي الطويبله المتواضعه، وكنتمنى انها تعجبكم وتاخذوا ولو افكار بسيطه جدا. شكرا لكم البنات، وبصحه فطوركم، وان شاء الله تصوموا وتعودوا، والهلا يخطيكم عليا، ومع السلامه حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.